ما اشوف في ثنائيه. طيب سعود سم، وش يعني لك الخذلان؟ الخذلان اللي هو لما انت تطيح في موقف ما تلقى احد يوقف معك فيه. في مواقف طحت فيها ما لقيت احد يوقف معك؟ كثير. ابرز موقف؟ ما اقدر اذكر. ده هو انت تقول موقف او احنا نعرض الموقف لزملائك والمشاهدين، بس انت ما عندك رغبه انك انت تذكر وش الموقف اللي خذلك؟ اي نعم، ما عندي رغبه. طب تسمح لنا نعرضه؟ لا. طب انت ما تعرف وش الموقف؟ لا انا اعرف، اعرف الموقف، بس الموقف هذا كان للملأ، لكل الناس. انا ممكن اكبر غلط سويته، وانا احتاج اجابه. ممكن اخوياك ما يعرفونه، ف يعني انا مضطر اني انا اعرضه بما اني في الفقره، وانت لك وقتك تقدر تبرر وتقدر يعني تقول اللي انت تبغاه، لانه في النهايه في برامج الواقع حتى للشباب او الشباب اللي جالسين يتابعونا، في اي شيء انت راح تسويه راح يكون مثل الارشيف لك، فما راح تقدر تقول للناس لا والله انا غلطت، انا اسف، ما اقدر ارجع، ما اقدر اتراجع. فنعرض الصوره يا شباب؟ لا انا اتمنى ان ما حد ما يعرضونها ابدا. مو شيء سلبي، انا مو شيء سيء، مو شيء سلبي، هو دقيقه، هو مو شيء سلبي ولا شيء سيء، لكن انا احتاج منك اجابه. انا الاجابه ممكن تعرضون الصوره؟ الربع لف ويسار، نظرة هنا. إعداد ممكن؟ لا أنا ما أبغى صورتي، أبغى الصورة اللي موجودة عندكم. طيب في هذه الصورة ممكن مي واضحة لكم. في الصورة كتب سعود لما تكون رابط رزقك وحياتك بالسناب وينحذف منك ظلم ويسحبون عليك ناس كانت قوتهم عشان معاك نجمة ومشهور وبيوم وليلة، بس إني أحمد الله على الصحة والعافية والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. ليش رفضت ان نعرض الصوره؟ ما ادري، احس مو بوقتها. ليش؟ مو بوقتها. طب انا احتاج اجابه على هذه. يعني مو معقول سعود مثلا من اول يوم بالتصفيات ممكن انه يبغى يثبت نفسه فيه علشان يبقى في البرنامج، ينعرض له شيء كذا ياثر فيه. مو مقياس. وانا تخطيت الشيء هذا يعني. لا مو مقياس، لو انت خطيته ما خليته موجود في حسابك. دور تعاطف الناس معك. لا والله. قسما بالله اني ما ادور تعاطف الناس، لكن كنت ابغى اوصل فكره للناس انه مو كل شيء تشوفونه بالجوال معناته انه هذا خوي وهذا صديق وهذا فقط. خذلوك اخوياك؟ مو كلهم، لا اكون كذاب اذا قلت كلهم. مع اني ما عاد شفتهم في سنابك ولا عاد شفتك تطلع معهم. لاني ممكن انا نقلت للحفر يعني. بسببهم؟ لا لا لا. بسبب ايش؟ لا العائله كلها انقلت هناك حفر وباط. طيب كلنا نعرف انه في مجال السوشيال ميديا كثير من الناس استقروا في الرياض لانها يعني بعد الله سبحانه وتعالى فيها مصدر رزق بشكل كبير وعلاقات بشكل كبير، وانت ما نقلت الا بعد هذه الاشكاليه وهذه الحادثه، فهل كانوا جزء على الاقل من السبب؟ لا والله ما حد استقبلك، يعني مثلا قال تعال خلينا نجلس مع بعض ونسوي محتوى ونكمل؟ الا رفضت؟ بالعكس، بس كنت ماخذ فتره نقاهه انا بحفر الباطن الى ما اشوف توجه صحيح واتوجه عليه، باذن الله هذا التوجه الصحيح. بإذن الله. تتوقع أنه بعد البرنامج في حال كملت أو ما كملت وفي أخوياك اشتهروا ممكن يتركونك يتخلون عنك مثل أخوياك اللي قبل؟ منهم اللي هنا؟ لا بالعكس. كيف عرفت؟ لأني أشوف نبراتهم أنا. شربش عادك، شربش عادك يا سعود. أتمنى، أنا شخص والله أنا شخص واقعي ومنطقي في كثير من الأحيان، يعني ممكن في النهايه انتم في البدايه، فبعد ما تطلعون راح يتضح هذا الشيء، واتوقع انه راح يتضح حتى لنا في مسار البرنامج خلال الايام الجايه. هل هذه الصفقات راح تستمر؟ هل مقوله احنا على قلب واحد راح تستمر؟ لانها في كل النسخ كانت موجوده وما يصح الا الصحيح، يعني في النهايه النفس البشريه دائما تحب الانا وتحب الشيء يكون لها لحالها، في كثير من الاحيان ممكن تساعد، ممكن تبذل، ولكن هذه المقولة في اعتقادي الداخلي على ما شفت في السوشيال ميديا أنها مقولة غير صحيحة، لكن راح تكسر هذه المقولة أن كل أخوياك راح يوقفون معك؟ بإذن الله. أكيد؟ بإذن الله. أنت متأكد من هذا الشيء؟ متأكد 100%، أقول لك أشوفها والله بعيونهم، قسم بالله. شربش عادك، شربش عادك يا سعود.
تربس عادك يا سعود. يا رب. طيب خالد، وش الموهبة؟